Mosaïque FM Podcast. Sport Express. مرحبا بكم، برافو للمنتخب الوطني اللي نجح اليوم في مهمته من الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2014. منتخبنا فاز 3-1 على غينيا الاستوائية، منتخب غينيا الاستوائية تمكن من افتتاح النتيجة مغالطة المنتخب من دقيقة 34، 1-0 كانت نتيجة الشوط الأول. في الشوط الثاني منتخبنا يرجع ويعدل عن طريق عصام جمعة في دقيقة 51، من بعد حمدي الحربي يسجل الثاني للمنتخب في دقيقة 56، وسيد الهمامي يسجل الهدف الثالث وهدف الانتصار في دقيقة 87. سامي طرابلسي مدرب المنتخب ها كيفاش رأى أداء منتخبنا اليوم في مقابلته ضد غينيا الاستوائية. مالغري ما لعبناش بالكدا، لكن على دي باسون مارتين ولا ثلاثة كانت بإمكاننا افتتاح النتيجة. في بريمي تو لاحظنا اللي كونوا ثم اختلال ولا خلل سيرتو في وسط الميدان، كانوا ديما هما الأولين على الكرة، كانوا ياخذوا الكرة قبلنا، كانوا متحكمين أكثر في وسط الميدان. حاولنا باش ندعموا وسط الدخول شوية بزموا صابر خليفة معناتها على الجهة اليسرى، ولينا نلعبوا بلاعبين هجوميين، مثلنا معناتها باش يطيروا باش نجسموا الفرص. بعد 2-1 ثم فترة معناتها اللي المنتخب كذلك معناتها حسينا اللي يكونوا طاح النسق نتاعو نوعا ما، جاتنا ممكن فرصة الحرباوي، فرصة العصام كيف بدخول شادي، بدخول كذلك آخر وقت معناتها مراتلي، ما كنا باش نسجلوا الهدف الثالث. غفرة كبيرة لكن فرحة طيبة، تعرفوا اللي المنتخب الفترة هذه ديما يعيش فترات صعبة، نتائج كانت سيئة في السابق في جملة الفترة هذه، بداية مهمة مقابلات الكل باش تكون المنتخبات اللي باش نتقابلوا معاهم باش تكون بالنسق هذايا وبالمستوى هذايا، دونك لازم نكونوا مركزين. نواصلوا مع المقابله اللي صار فيها منتخبنا 3-1 على غينيا الاستوائيه. واحد من اللاعبيه اللي بورزوا اليوم عطاوا الاضافه حمدي الحربوي. رجعنا في الماتش بالعزيمه وسيتي لوسون، معناتها لازم لنا نبداو الماتش بالكدا وما يلزمش واحد يحط فريستراسيون اكثر من اللي تقول اللي علينا عملناه هذول اليوم. وشال كيما نقول مش واحد نلعب ديما مع 10 جولات مع الناس كل معناتها حابين نرجع في الماتش، والحمد لله معناتها رجعنا في الماتش وماركينا ورجعنا ثقه في الجمهور. معناتها كي يبدا سيسامي يعمل في تيوري قبل الماتش لازم الناس كل التيتولارات بالرومبلاسينات لازم تكون كونسونتري، على خاطر في اي وقت نجم تدخل ومعناتها لازم تعطي الاضافه. على ذلك معناتها اليوم حتى الجوارات اللي كانوا على البنك معناتها كلهم كانوا مركزين وتبعنا لي كونسيني معناتها ملي حاجه حتى ملي كنا في الهوتيل، والحمد لله معناتها الواحد كي يدخل مش مشكل واحد يبدا تيتولار ولا رومبلاسون اوفيسيلمون اول بونتو الحمد لله. يعني بون زوز بونتوات اللي ماركيتهم في الماتش الاميكال اللي فات معناتها زاد عطاوني كونفيونس. في نفس مجموعة منتخبنا الوطني سيراليون ربح 2-1 الكافير بعد الجولة هذه، تونس وسيراليون الأولى بثلاث نقاط. الجولة الجاية نهار 9 جوال الكافير تستقبل منتخبنا الوطني، ورسميا منتخبنا باش يتحول الكافير على متن طائرة خاصة نهار الخميس 7 جوال، مش يكون موعد الرحلة وتاريخ الرحلة. غينيا الاستوائية تستقبل سيراليون. نتائج أخرى من الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2014، الكاميرون ربحت 1-0 الكونغو، غامبيا تعادلت 1-1 مع المغرب وعثرة ولا شبه عثرة المنتخب المغربي، الكوت ديفوار ربح 2-0 تنزانيا، السودان ربح 2-0 زامبيا. نرجع لتونس ونحكي على الرابطة المحترفة الأولى، اليوم تلعبوا زوز مقابلات من الجولة 22، مقابلة جابس بين الجليزة واللقاوف اللي فت بالتعادل السلبي، لكن نهاية المقابلة ما كانتش عادية، مجموعة كبيرة من أحباء مستقبل جابس حاولوا يقتحموا حجرات الملابس احتجاجا على نتيجة فريقهم. بقي تفاصيل الأحداث تجي من عند مراسلنا ياسين بو عبدالله. مع الصفرة النهائية الحكم الجماهير اللي كانت متواجدة وتتواجد في كل المباراة نزلت للميدان، في الحقيقة الغضب الكبير نتاعها كان هي اللاعبي ومسؤولي فريقها اللي قالوا أنهم مش في مستوى وأمال الجماهير، ومن هناك حاولوا بعض الجماهير هذه حاولت تمر للجهة حجرات ملابس قواف القفصة، الأمن تدخل ومنعها باش ما تدخلش من إلى حجرات ملابس قواف القفصة، واضطر إلى إلقاء قنابل المسيلة للدموع من جهة حجرات ملابس مستقبل جابس. هم الحقيقة الأمن كان يطار في بعض الجماهير المتواجدة في محيط الملعب وحاولت تتسلل إلى الميدان من جهة حجرات ملابس قواف القفصة، لكن ربما أخطت القنابل الغازية الهدف وجات فصل السيارات، وغضب كبير ياسر من الهيئة المديرة ومن اللاعبية. فرحة زروق المدرب المساعد في قواف القفصة يتحدث على شنو صار لكامل فريق قواف القفصة اللي كان اليوم في جبس. بعد المقابلة صارت حاجات كيما يزيلوا يقولك بالنسبة للملعب جابس حاجات عادية، كان باش يشوفوا ناس تهدد على اللاعبين وعلى الحكم والإطار الفني نتاع الفريق المنافس، حصيلة حاجات ما عنده حتى صلة بالكورة وبالرياضة.
الحمد لله اللي التو خرجنا من جيبس بعد تقريب ساعتين واحنا في الفيستير معناتها الحمد لله اللاعبيه حتى اللي صابيات نتاعها مخصيصه الناس كلهم رايحين لباس الحمد لله خير. جات صارت معناتها في الكولوار نتاع لو فيستير معناتها في المانكورونت هذيك من اللاعبين وطرحت اللاعبين يظلوا برشا معناتها من الحباب اللي نزلوا للميدان خاطر ما ماهوش يكريو ما نحنوش نحكوا على 20 وعلى 40 نتفرج على الأقل فما 500 نتفرج باش ما نقولوش 1000 ولا حاجة وكل بعض المقابل بعد تصفيرة الحكام نزلت الناس كل الميدان تحب تضرب ويجروا على العباد الكل حسيت حزيت لحظات نتاع رعب والحمد لله روحنا لباس وربي يجيس نحب نقول حاجة مش يستني لأني نطيح روح معناتها يموت حد في ملعب من الملاعب باش تكون فما قرارات رادعة قرارات صارمة معناها يظل ما عادش فما وقت أكثر من هذا باش الناس تدخل وتشوف وهذا رأي مسؤولي مستقبل جيبس في اليسار من عند المسؤول نادر بوشعة. كان غضب معناها يعني ردة فعل على النتيجة نتاع اليوم النتيجة اللي كانت تستعمل هزيمة لأن معناها ما عندناش خيار سوى الانتصار والظفر بثلاث نقاط ونعاود هلا غالب فهمت اليوم معناها كان معناها يعني راعوا الشعور نتاع الأحداء وإن شاء الله معناها هذا في قادم الأيام نداركوا الأمر لأن المسألة ما عادش وقت معناها حساس ومعناها حتى شيء سوى الانتصارات وإن شاء الله نعاودوا معناها إن شاء الله نحققوا انتصار خارج معناها خارج جالس إن شاء الله نداركوا الأمور وهذا هو إن شاء الله معناها يعني ما عادش في وقت والوقت الحالي النتيجة معناها يعني كانت قاسية قاسية جدا ها اليوم كنا ما نأمدوا أنا باش نعرفها وما ربحناش فهمت هذا من لغة النتائج تو فهمتي تربح ولا ما تربحش ما عندك حتى حق اليوم ما حققناش ثلاثة نقاط معناها يعني أخفقنا فهمتني ما هذا نقول نحكوا بصراحة فهمت لحد غضب نتاعهم أنا قدر الشعور نتاعهم فهمتني إن شاء الله معناها يعني نداركوا الأمر وهذا المقابله الثانيه تلعب تاعها ممسوسه والامل تمكن من الفوز بنتيجه 3-2 على النجم الخلادي. نجم الخلادي كان فتح النتيجه من دقيقه 18 بوسيط ضربه جزاء كان سجل ايمن بن فضل من بعد امل حمزوسه يرجع عن طريق حمزه الاحمر ويعدل النتيجه في دقيقه 35 سبب القاسم يزيد الهدف الثاني لامل حمزوسه من ضربه جزاء في دقيقه 45 ومحمد صالح الدربيلي سجل الهدف الثالث في دقيقه 60 للامل من بعد عبد القادر ذو يذلل الفريق لفريقه النجم الخلادي في الدقيقه 71. بالنسبة لترتيب الأربع فرق بعد المقابلات هذه قوة في القفصة 7 ب 27 نقطة ملحة حمسوسة في المركز 11 ب 22 نقطة مستقبل جيبس في المركز 15 وقبل الأخير ب 19 نقطة نجم الخليدي في المركز الأخير ب 16 نقطة. الرابطة الثانية مقابلة متأخرة من الجولة 26 بين جندوبة الرياضية والأولمبيك الكاف فات بالتعادل 1-1.